هلا صار وقت نحضر اومليت بالخضار. خلونا نشوف المقادير. نحن بحاجه لعشر حبات بيض، ربع كوب دقيق، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه كبيره زعتر اخضر، معلقه صغيره ملح، نص معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه صغيره قرفه، نص بصله حمراء مقطعه على شرائح، و2 كوب من السبانخ المسلوقه. لكينا هيدي الوجبه اللي عم نحضرها هلا مثل ما قلت بتصلح تكون وجبه فطور لاي طفل، مثلا حابب تكون الام تكون عم بتحضر وجبه فطور صحيه، ممكن نكون عم نقدم له البيض. البيض من انواع الماكولات المفيده جدا، واللي طبعا غنيه بالبروتينات، واللي بتفتح ذهن الطفل قبل ما يروح على المدرسه. حطيت هون 10 حبات بيض ورح نخرطهم منيح، بس رح نحط معهم رشة قرفة كرمال طبعا ريحة الزفارة. منقلبهم مظبوط وبالأومليت لحتى نعملها كمان كتير صحية، يعني رح أعمل مزيج من البيض المفيد جدا للأطفال مع السبانخ. السبانخ اللي هو من اكثر انواع الخضار كمان الصحيه، لانها غنيه بكالسيوم الحديد، بفيتامينات ومعادن كتير، وكمان بتساعد على انه الاطفال اللي بيتناولوها ينمو بشكل صحيح ويركزوا كتير منيح بالمدرسه. كتير مهمه وجبه الفطور الصبح، كتير مهم الطفل يكون عم يفطر. هلا بعرف كتير اطفال يمكن بيصحوا الصبح ما عندهم وقت انهم يفطروا، بدها تكون الام مأكده ومحضره وجبه فطور ياخدوها معهم على المدرسه، بس ما يقعدوا طول اليوم من غير اكل او من غير فطور، لانه وجبه الفطور مفيده جدا جدا، وهي اللي راح تساعدهم على انه يركزوا مظبوط بالصف وما يحسوا بالجوع. حطيت الدقيق مع البيكنج باودر، هلا رح نترك الخضار للاخر. بدنا نخلط منيح حتى ما يكلكع الدقيق، بدنا نضل عم نخلط منيح. بهالوقت كمان رح زيد معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود. طبعا بنكتر توابل كرمال ريحة زفارة، خاصة لأنه عم نستعمل كتير بيض. حطينا قرفة وحطينا فلفل أسود. من بعد ما يكون دايب الدقيق مع البيض منيح، رح نحط شوية بصل، بصل مقطع شرائح، رح ناخد السبانخ، كمان رح نخلط السبانخ مع البيض. هون عم بستعمل انا تقريبا نص كيلو سبانخ، او اللي هو كيس، اذا عم تجيبوا سبانخ مثلجة هي شنطة او كيس 400 جرام. هلا صار وقت نحضر اومليت. لكن حطينا البصل، حطينا السبانخ مع البيض مع التوابل، بضل عنا بالاخر نحط رشة زعتر، والزعتر اللي عم بستعمله هو زعتر اخضر. معلقة كبيرة بتعطي نكهة كتير حلوة للأومليت. نرجع نخلطهم منيح، ومثل ما لاحظتوا ما حطيت ابدا زيت، منا بحاجه لنحط زيت مع الاومليت لانه رح ندخلها على الفرن. في عندي القالب هون، هيدا القالب رح نغرف فيه الخليط وندخله على الفرن الى ان طبعا الاومليت تصير جاهزه.
نوزعها مظبوط بالطبق، اللون الاخضر طاغي طبعا على الاومليت بسبب وجود اسبانخ. وهلا هذا الطبق صار جاهز لحتى ندخله على الفرن. كمان الفرن بده يكون حامي من قبل بوقت لحتى تكون توزعت فيه الحرارة مظبوط. على درجة حرارة 200